أما هلأ صرنا ننتقل لمساحتنا الطبية لليوم، يمكن لكثير من العوامل والأسباب، يمكن لأسباب وراثية أو طبيعة بنية الأسنان أو يمكن حتى نمط الحياة الغير صحي، كثير من العوامل بتؤدي لأذية الأسنان أو ممكن لخسارتها، والحل بيكون زراعة أسنان. أكيد نور، ولما بنلجأ لهذا الحل العلاجي اللي هو زراعة الأسنان بيكون في تساؤلات كثيرة بتخطر على بال الشخص قبل اللجوء إلى هي العملية، وهل هي فعلا ممكن يكون الحل الأخير أو هي لا، هي حل معين بيقوم فيه الطبيب بحالة معينة مع المريض. طبعا كل هالتساؤلات رح نتعرف على إجاباتها مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور محمد الرحال، اختصاصي بزراعة الأسنان. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك، يسعد صباحك. صباحك يا رب. يعني كلياتنا بنحاول نحافظ على أسناننا بشكل مستمر، لكن في بعض العوامل بتأثر بطريقة جدا سلبية، ومنها نمط الحياة مثل ما حكينا، يمكن بنية الأسنان لعوامل وراثية. بس كيف أو إيمت ممكن أقول أنا هي السن خلص ما عاد فيني أنا أعالجه، بدي ألجأ لزراعة الأسنان وبده ألع؟ هلا اسباب كثير بتخلينا نلجأ لزراعه السنيه، اسباب كثير ومتنوعه، واهمها واكثر شيوعا هو سوء العنايه. ممكن يبدا الموضوع بنخر، يتطور لتهدم السن، يصير غير قابل للمعالجات الترميميه والتعويضيه، وبالتالي خساره السن. بحاله خساره السن هون نحن بنلجأ للزراعه السنيه، وبالاخص اذا كان السن مفرد نتجنب موضوع تهدم سنين للتعويض عن سن واحد. ممكن الممارسات السلوكيه تؤدي لتصدع وكسور بالاسنان، مثل الاشخاص اللي بيعانوا من الصرير الشديد، من الضغوط النفسيه العاليه، ممكن تؤدي لكسور شقوليه وافقيه على مستوى الجذور، ممكن السن غير قابل للترميم والبناء بعدها وبالتالي خسارتها. كمان احد المشاكل هي مشاكل صحيه، مثلا بامراض النسج الداعمه، ممكن تكون معممه، ممكن تكون متوضعه باسنان محدده، بتؤدي لخساره العظم وخساره اللثه المحيطه وبالتالي خساره الاسنان. كمان احد المشاكل اللي بنواجهها هي الكسور والحوادث اللي ممكن تتم، وبيتم التعويض عن الفاقد السني بزراعه الاسنان. وممكن مثلا فيزيولوجيا الجسم، مريض كبير بالعمر خسر كل اسنانه لسبب او اخر، عم يعاني من موضوع الاجهزه المتحركه، ما انه قدران يحط بدله، فينا كمان نلجا لموضوع الزرع السني. طيب دكتور، خلينا نحكي بشكل مفصل اكثر. بعد ما المريض خلع السن وبده يعمل عمليه الزرع، بنبلش بقى اسئله، امتى لازم ازرع؟ دغري بينزرع السن بعد القلع ولا لا في مده من الزمان؟ شو الشيء اللي لازم يكون اساسا مثلا مؤهل بشكل تمام لحتى نقول هي بيئه الزرع رح تنجح؟ يعني من هي التفاصيل. تمام. هلا سابقا كانوا يفضلوا انه يتم الزرع السني بعد شهر لشهر ونص من عمليه القلع، واحد المراجع بيقول لك لبعد 3 شهور بالنسبه للفكين العلوي والسفلي. اما بالدراسات الحديثه ومع توفر تقنيات الزرع الفوري، فعم يتم قلع السن وزرع السن مباشره بعده طبعا، وهو افضل من الانتظار، لانه هيك انا بكون جنبت مريضي فتره انتظار طويله بفقد سني، وايضا حافظت على العظم الموجود بشكل اكبر. طب شو هي المشاكل اللي بنسمع هي الجمله مثلا انه فشلت زراعه الاسنان من عيد زراعة السن؟ شو الأسباب اللي بتؤدي لفشل زراعة السن؟ هلا أسباب كثيرة ومتنوعة، في أسباب عامة وفي أسباب خاصة نحكي فيها شوي. هلا ممكن إذا كان مريض طبيبنا ما أخذ قصة مرضية كاملة، ما كان على دراية بموضوع الأمراض العامة وعلاقتها بالزرع السني، لما يكون مريضنا ما أعطانا قصة مرضية صحيحة دوائية وراثية ما غير واضحة كانت من المريض، والطبيب ما قدر يتقصى عنا بشكل كافي ووافي، ممكن يؤدي لفشل الزرع السني. بالإضافة أنه ممكن اليد الممارسة غير الخبيرة اللي عم تقوم بالزرع السني تقوم تعطيني زرعات سنية فاشلة وظيفيا على مستوى الاندماج العظمي، أو تعويضيا بزوايا ومحاور إدخال ممكن تكون غير مفيدة بالنسبة للمريض. طيب دكتور، هل في أمراض معينة إذا كان المريض اللي بده يخضع لعملية زراعة الأسنان عنده إياها ممكن تأثر بفشل، تؤدي لفشل زراعة الأسنان؟ هلا فشل زراعة الأسنان بالنسبة للأمراض العامة هو مصطلح نسبي، نحن كل مرض عام له تدبير معين ممكن نلجأ له في حال الزرع السني، ومع توافر وسائل والتقنيات الحديثة صرنا نتنبأ بنسب نجاح وناخذ نسب نجاح كثير عالية، بس بيحتاج إجراءات خاصة. طب في فترات زمنية لزراعة الأسنان؟ يعني بنلاقي انه الطبيب يعطيك عدة
خيارات للفترات الزمنية، في فترة طويلة في فترة قصيرة، شو المختلف هون بيكون؟ النتيجة ولا يعني فينا نقول لا إذا كان بفترة طويلة بيكون النتيجة أفضل؟ تمام. هلا نحن هون عم نحكي عن موضوع الاندماج العظمي، الاندماج العظمي بيحتاج بعد الزرع السني لمدة 3 أشهر بشكل وسطي، 3 أشهر للفك العلوي وشهرين للفك السفلي لناخذ اندماج عظمي كامل، ونقيم نجاح الزرعة من عدمه. في عنا احيانا تقنيات اسمها تقنيه التحميل المباشر، طبعا هي تقنيات كثير خاصه بيضم ضمنها تحميل الزرع، تعويض عن الزرع بنفس جلسه العمل، او ممكن يكون تعويض مبكر خلال اسبوعين لثلاث اسابيع من الزرع السني. طبعا وافضلها هو الانتظار، ناخذ اندماج عظمي سني. طبعا في شروط معينه ممكن نعوض تعويض فوري، ممكن للحالات فينا نعوضها. طيب خلينا نحكي عن زراعه الاسنان لمدى طويل، هل هناك مخاطر لهذا النوع من التعويض؟ هلا هي آمنة 100% وغير مؤلمة إذا كان طبيبنا قدر يأمن عتبة التخدير المناسبة للمريض. طب ذكرنا في بداية حديثنا دكتور إنه أسباب عديدة وعوامل عديدة بتؤدي لنا لخسارة الأسنان منها العناية بالصحة، بس بنشوف كثير من النساء الحوامل يمكن بعد فترة الحمل بتأثر بشكل كثير سلبي على الأسنان وبتخسر أسنانها، هون الخسارة كيف بتكون بنسبة للسن؟ يعني أنا قلت ببداية حديثك ممكن تكون متهدمة البنية الأساسية، ما عاد فيني أنا فعلا استخدم هيدا السن، فبضطر فعليا التجأ للخيار الآخر اللي هو زراعة الأسنان. تمام. هلأ النساء الحوامل خلال فترة الحمل بيصير عندهم تقلبات بالجسم كتير كبيرة، وبعد الحمل بيصير عندهم انخفاض بنسبة الكلس الموجود والتمعدن الموجود السني، فهن ممكن يكونوا معرضين بشكل أكبر لخسارة الأسنان أو النخور تكون كتير شديدة عندهم وكتير تتسارع بقوة. وبالإضافة أنه أغلب الأطباء بفضلوا يأجلوا المعالجات السنية لبعد فترة الولادة وبعد الانتهاء من فترة الأرضاع، ممكن خلال هاي الفترة تؤدي لمشاكل تخسر السن. بالإضافة أنه ذكرنا ببداية الحلقة الأمراض العامة، الأمراض العامة مثل السكري بتؤدي لخسارة عظمية، وأحياناً في بعض أنماط السكري بيكون مترافق مع الحمل والولادة. ففي شيء اسمه عنا السكر الحملي، فإذا كان موجود ممكن يكون سبب لخسارة أسنان. نعم. طيب كمان دكتور بنسمع عن مخاطر أنه أي حالة زراعة أو أي عمل بالعموم جراحي بدخل فيه الجراحة بيقولوا في نسبة مخاطر أو ممكن مع الوقت، هل كمان زراعة الأسنان تندرج نفس تحت نفس المسمى في مخاطر لهي الزراعة؟ طبعا بكل مكان في إيجابي وفي سلبي، بس نحن اليوم بظل التطور اللي صاير فينا نقول أنه هي المخاطر انخفضت بنسبة كتير كبيرة أو تقريبا صفت شبه معدومة نتيجة الدراسات اللي عم تتم قبل الزرع ولتقييم الزرع خلال قبله وبعده، تقييم الزرع كان على مستوى الزرع وكان على مستوى التعويض بعد الزرع. من المخاطر اللي ممكن نشوفها هي الأمراض العامة اللي ذكرناها، ممكن نحن نتجاوزها بشوية إجراءات خاصة بتتم بالتنسيق بيننا وبين أطباء البشريين المسؤولين عن كل حالة معينة. من المخاطر أيضا مخاطر الإنتان، الزرع السني أهم ما يميزه أنه بده عقامة طويلة فترة العمل، عقامة بشكل كتير كبير، أي تجرسم أو أي شيء ما نعقيه من دخل ضمن العمل ممكن يؤدي لتموت بالمنطقة وخسارة الزرع، وممكن هذا الإنتان ينتشر لكل الجسم. طيب دكتور خلينا نحكي عن العمر، قديش بيلعب دور بنجاحة زراعة السن زراعة الأسنان؟ يعني إذا كان فينا نقول شخص متقدم بالعمر كمان البنية الأساسية للعظم بتلعب دور؟ طبعا نحن معيار نجاح الزرع السني عندنا هو الاندماج العظمي، الانستو انتجريشن، اذا ما صار اندماج عظمي فنحن فشلت زرعتنا. العمر السني طبعا كل ما كان العمر ابكر كانت نسب النجاح اعلى، لانه بكون ترويته بالدم اخضر، تقدم بالعمر بنخسر هي الترويه شيئا فشيئا، فبتكون النسب شوي انخفضت. يعني معلومات مهمة، وإن شاء الله نكون هيك قدمنا هاي المعلومات لكل يلي ممكن خضع لزراعة أسنان أو هو مقبل على هاي الزراعة يكون استفاد من معلوماتنا. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم، يعطيكم العافية.